السلام عليكم احبائي ومرحبا بكم من جديد في قناه امل كيتشن. اليوم الوصفه ساندويتش صحي كنخدم معايا الخدمه، وبغيت نشارككم معايا الفكره. فهاد الساندويتش كنحتاجو الخبز العربي اللي سخنته في الفرن، وكذلك غادي نحتاجو الخيار، دوائر، كذلك مطيشه، تشيري توميتوز، لايم حامض الاخضر، والحمص بنكهه الفلفل الحار، وكذلك واحد شويه ديال القزبر. وانا ديجا صاغت كريصات ديال الكفته اللي ساهلين، هو من كيسموهم تشابلي كباب. شويه ديال الكفته مع شويه ديال بصله مشلضه، وكذلك الثوم. والعطريه اللي استعملت فيه هي ما تسمى بتشابلي كباب، وقليتهم في شويه ديال الزيت، ماشي بزاف، غير شويه ديال الزيت البلديه. هنايا في كما كتشاهدوا في الصوره، خديت الخبز العربي وقسمته على جوج وفتحته، وغادي ندهن به غادي ندهن الحمص. انتما الاختيار ديالكم بالنسبه للحمص، راه كاين جميع انواع النكهات، كاين كذلك بلين. غادي ناخذ التشابلي كباب او الكرصات ديال الكفته، نقطعهم على نصفين، وغادي كذلك نضيفهم او نحطهم في وسط الخبز، وطرفات ديال الخيار مع طرفات ديال المطيشه، تشيري توميتوز، وشويه ديال القزبر، وغادي نعصر عليهم شويه ديال الحامض او اللايم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم نال اعجابكم. ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه، وغادي نشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، معلومه ونصيحه. Thank you so much for watching. I hope you guys like the video. Bye.